يا هلا، شلونكم اصدقاء؟ السوق الوزيريه الصناعيه الشورجه الثانيه، صار فتره كلش هواي ما مصورين هذا السوق الحلو. حاجه الف، حاجه 500 تطلع عليكم بالجمله، هو اسعاره كله جمله، يعني اقل شيء يطلع ب 2000 واكثر شيء يطلع ب 10000. تعالوا وياي مندوكم وشوفكم هاي المحلات الحلوه. هاي الوزيريه يسموها الشورجه الثانيه، طبعا هاي المحلات على السايدين، كل انواع الاغراض المنزليه الصناعيه، البلاستيك، الفرفوري، كله موجود عندهم هاي المحلات. طبعا اكثرها جمله، تقدر تجهز محلك او مجمعك من هنا. هذا مكتب الكرار لبيع المواد المنزليه، بلاستيك وزجاجيات وعطور. شوفوا ما شاء الله هاي التفاصيل، هاي كلها سيتات. السلام عليكم، شلون غاتي؟ شلون صحتك؟ شلونك بعد؟ هاي بشكل عام محلكم؟ نعم. ايش قد الاسعار؟ من الحاجه الف اي الحاجه، شوفني هنا أنا. بس عندك اذن كلها على حاجه الف على مد النظر، يعني ياخذون درزن. ايش قد يطلع مثلا الاسعار مالته؟ يعني اكو درزن 8، درزن 7، درزن 9، درزن 10، حسب البضاعه. هاي هسه عندك مثلا باكيت بدرزن يعني ب 20 20 اي، يعني يطلع الدرزن مالته 10000 القطعه 800 دينار. وهاي الدرزن ب 10000 القطعه 800 دينار. عندك هذا الطين الشريط مال الاطفال الدرزن 8000. زين. هذا الدرزن 9. هذني بالاضافه حتى هذني الحافظات المدرسيه على 1000، درزن 9، هذا كله درزن 9. بلاستيك ايراني درجه اولى. بالاضافه الى هذا استاذ. هذا كله على حاجه. ذني كلها على 1000 دينار؟ كلها 1000، درزن 9، درزن 8، درزن اقوى شيء درزن 10، ما يعبر العشرة. ما يعبر العشرة. نعم. بس انه ينباعن على 1000 دينار. على 1000 دينار، حاجة 1000، الحاجة حتى اذا تكمش 100 200 فهي تجمع بالتالي. وشغلون. كل شيء تريدون هنا يخص يعني تجهيز محلاتكم، الاسواق، المجمعات تلقونه هنا. الشغلات الكهربائية فهذني الشغلات مو على الحاجة 1000. ايه. هذني ينباع مثلا لاهل المفرد يبيعوها على 7، على 8، على 9. بس مثلا هاي ب 5000. هاي شنو هاي؟ هاي خفاقه مالت الكيك، خفاقه الكيك. يجي وياها نوعيتين، نوعيه الراس مالتها شوف يصير هيك، ونوعيه هيك، نوعيتين. حفافه 8.5 كراون الاصليه. زين، هاي شنو مبخره هاي؟ هاي مبخره. اللي هي هاي، شوف استاذ على شكل نار، هاي بالظلمه تطلع بعد اقوى. اه. نعم. شوفها بدها تطلع بخار. حتى هاي هم يوم خلاص تمام. بالاضافه الى ذاك القسم، هذاك ما في حاجه الف، احنا نسوي الحاجات اللي اكثر من الف. لوحات، لوحات، ترامز، مباخر. الف يعني شيء بسيط، يعني مثلا المرايه تطلع على ابو المفرد ب 5000 ويقدر يبيعها 8 9. هذا الترمز ب 4000 بيجي على شكل هديه ويا هاي العلبه. هاي الصواني، هذا الصواني، هاي القطعه تطلع ب 2.5، هذا ستيل ثقيل، السوق يعرفوه اهل المصلحه اللي يجي يسميه احنا المغربي. هذا السي الثلاثي 3 قطع 18000، ينباع بالمفرد 25. هذني صواني العطور حاليا مسويين به العروض، كنا قبل نبيعها 5 6، هسه القطعه ب 4000 دينار، هم حتى يبيعونه ب 5. ما شاء الله. تشوفون اصدقائي كل انواع، حتى الفرفوري موجود، الزجاجي، الشفاف. هاي الكوابه سعرتكم هذا بيش؟ هذا الدرزن يابا، هذا هذا الكرتون. نعم. مالته ب 12 ب 6 باكيتات، يعني يطلع الباكيت 2000. باكيت يطلع ب 2000. الكوابه قاطبه الكرتون على 10.5، 1705. هاي الساعات، الساعات هاي ب 4000، هندي سونام معروفه بالسوق. هاي الايراني القطعه على 8 تمام، بالاضافه الى هاي القطعه 9. ما شاء الله كل حاجة ألف وألفين، يعني هو الدولار يصعد بس احنا اسعارنا ثابتة، لا نصعد ولا عيش. هو تقريبا هذا قدامك استاذ كله على ألف، هذا كله على ألف، كل الشغلات ألف. تشوفون ذي أصدقائي، هاي الشغلات المنزلية اللي تشوفوها بالمحلات والمجمعات، إذن كلها على 1000 دينار تطلع عليكم، يعني درزن اقل شيء بخمسه مثلا بثلاثه ب 2000 واكثر شيء ب 10000 دينار. هذا هم كله 1000.
هذا هم على الف؟ نعم كلها حاجة بلف دينار؟ اي نعم ياهم العزين هسه هذا درزن 12 سطلب 9000 سطل مسي تطلع واحدة بألف؟ نعم لا هي أقل الألف هم يبقى أقل؟ هاي عندك على 9 9000 هاي على 10 إن شاء الله هاي بيش هاي؟ هاي تطلع قطعة بألفين هنا واحدة بألفين؟ بس هاي نوعين أسطيع فني شغلات فني بيهن حاجة بس هذا المصطين درزن بعشر هاي المطارة درزن ب9000 هذا الشكردان الذهبي درزن ب9 بالاضافه الى هذه شنا السطلات تكرم النفايات هم درزن على 9000 هذا مكتب الكرار وين عنوانه سوق الوزيريه شوف هاي المحلات الثانيه نفس الشيء هاي البلاستيك اللي تشوفونها اصدقائي لين تطلع الدرازين على 2000 على 3000 على 5000 ما شاء الله شلونك هاي درازين اصدقائي هاي الحافظات ذني شغلات المنزليه السلات ايش قد اسعار حسب الدرزن حسب الناس اللي تاخذ الشغلات اكو رخيصه واكو غاليه هاي الجزامه بيش هاي الجزامه هاي الجزامه القطعه مالتها ب 10000 هاي القطعه ب 10000 دينار ظل اكو شغلات تخص المطابخ مثل ما تشوفون جلافات شاشين ناقراصات هاي مال الصابون تشوفون درازين على 8 على 9 على 5 على 6 كل شيء موجود ما شاء الله وايد شغلات ما شاء الله موجودة هنا بالسوق هنا عندكم اشجار راس السنة هم جايبين هنا هاي بضاعة راس السنة هذا المحل الحلو شلونك عمي شلون صحتك تشوفون هاي التحفيات ايش قد تبدي اسعارها ومن ايش قد ليش قد كره في السوق غالي كل انواع التحفيات موجودة عندنا ما شاء الله هنا عندكم همين فرفوري اللي شوفوا هاي زين لا تحبون الفرفور راح تحصلوه بسوق الوزيرية الصناعي. وين علي؟ بس اطلع عندي. ايش قد اسعار هنا؟ تبدي بيش وتنتهي بيش؟ درزن لو كرتون. درزن. درزن من 6600 الى 8000. الدرزن من 6800 الى 9000 الى 10000 دينار هذا الدرزن. الوزيرية الصناعية. هذا الشارع قبل يؤدي الى بنزيخانة المستنصرية ما بين الجامعة المستنصرية وما بين جامع عبد الله الملا حويش تدخلون بالشارع توصلون هذا السوق كلش كلش رخيص انصحكم تجون هنا وهنا الجدور بمختلف الاحجام موجود بسوق الوزيرية الصناعية واسعارهم جملة كبار صغار مثل ما تشوفون مختلف الاحجام اكو 3 قطع واكو 6 قطع وكو أكثر من قطعة موجودة ما شاء الله داخل المحل تلقون قوالب مالكيك تلقون صواني بمختلف الأحجام إيش قد ما تريدون تاخذون جملة فقط ماكو مفرد بهذا السوق أسعارهم جدا رخيصة جدورة سلستيل وشغلات حلوة بهذا المحل طبعا هنا محل أحمد الحسناوي طبعا هذا كله حاجة بلف مثل ما تشوفون هاي الأغراض زين سلايم شغلات قرطاسية هاي مال الفلافل كل شيء موجود ما شاء الله العاب مال اطفال قرطاسية جداحات بكل انواعها مال مطابخ شلونك شلون الصحة مشتاقين صار وين ما شايفيك الله يحفظك الله يعزك والله مشغولين بالحياة لا بس ما ننساكم وهنا ان شاء الله هذا طبعا عندكم بخور بكل انواعها لصقات مال جروح زين اصباغ شغلات مال مطابخ ليف بكرات مال خيوط كل شيء موجود عنده ما شاء الله ايش قد الاسعار
احنا نبيع الحاجب اللي في نبيع ب 8000 درزن و8 ونص و9. الشخص اللي ياخذ من عندنا يبيع حاجب الف. حاجب الف. يسمونا اهل الحاجب الف. اهل الحاجب الف، جزاك الله خير. اي واحد يفتح مشروع يريد محل اساعده انا حاضر وخادم. جزاك الله خير. انا علمه، انا اعطيك خبره واعطيك كل شيء. الله يرزقك يا عمي ويرزق الجميع. جلافات، كل شيء كل شيء موجود. تعزم خطار بالبيت ما يحتاج تقدم لهم اكل، بس نزلهم ماعون علي الجمالي بهذا التذهيب ما يروح، هو بحده يشبع. يقول لك لا تنزل لي اكل، شوف لي تفاصيل وجمال هاي القطع، ذهب مذهب، الذهب لونه يروح وهذا التذهيب ما يروح. تعال اصوركم تفاصيله. شوف اصدقائي، قلت له الا اشوف يروح التذهيب لو ما يروح، مثل ما تشوفون مرة محلات علي الجمالي من أكبر موزعين ومستوردين الزجاجيات والفرفوري في بغداد، سوق الوزيرية. مثل ما تشوفون كل أنواع المواعين، جمال وتفاصيل وكواليتي كلش عالي. ممكن تشرح لي على الباكج الخاص البراند مالتكم آنستي الخاص بالعدسات؟ بلي، آنسات عدس، آنسات آنستي عدسات طبية سنوية خاصة بشركة بيت الخليج. زين. الموديلات اللي موجودة بيها 10 موديلات، 10 أشكال يعني. 4 رصاصيات، الباقي بتنوع حسب ما يطلبون الزبون اللي متوفر اللي مطلوب بالسوق إحنا جايبين. هذا خاص بكم. خاص. براند جديد. براند ما موجود بكل العراق. الوحيد اللي إحنا بالعراق. وبالنسبة للأشكال مالتهن أبو. الأشكال مالتهن 10 موديلات، 10 أشكال. 4 رصاصيات اللي الأساسيات، والباقي متنوعة 6 أشكال متنوعة من اللي مرغوبة بسك. ذني أشكال هن أصدقائي، وذني هن العدسات. أي بلا، هاي العدسات كل الموديلات مالتها خاصة بشركتنا هاي، يعني ما آنستي ما موجودة بكل العراق، احنا خاصة بينا بالشركة مالتنا آنستي. سجاد عند هذا لاصقة مانع تعرف، مانع التعرض. مانع التعرض. وياها ترهم للياخي؟ لا، هي شكلين بها. اي. هذه للياخي وللردان. وهذه للمناطق الحساسة؟ للقميص. للقميص؟ للقميص. للقميص. هاي للقميص. مانع التعرض. هذا آنستي. خاص بي. هذا البراند خاص بكم. هذا تحدي، يعني تحدي هذا موجود بالعراق يرجع. هذا شنو هذا ابو؟ هذا مقشر فوري خلال 30 ثانية. مقشر فوري، فوري خلال 30 ثانية. هنا افاق البشرة ناعم ناعمة ونظرة. زين. عندك هذا غسول الوجه، البشرة الجافة والعادية، وهذه البشرة العادية. بشرة العادية. ايضا علامة آنستي. عندك هذا الكريم لوشن مرطب ومغذي للبشرة. ايضا آنستي؟ اي آنستي. مبيض فوري، مبيض فوري. احنا الموزعين الوحيدين لعلامة آنستي فقط. نعم. ماكو غيركم؟ لا لا، هذا اكو موجود في، يعني ماخذينه من عندنا. عندنا عدسات آنستي هم. العطور الحمد لله شكر الله هسه يمكن في 300 نوع. 300 ايتم؟ اي ما شاء الله. هذا كل اسعار جملة، جملة. واكو اسطي واكو عادي واكو كوبي. اكو درجة اولى درجة ثانية ما شاء الله. ممكن شوي تاخذني يعني فد لمحة عليهم ايش بس هذه العطور؟ أي. بالنسبة هاي العطور 48000 تقريبا 50 ايتم. زين. عندنا هذه عطور اصلية، اصلية اصلية بنوعها. عندك الرخام اللي كانت انت تريده جانا وصل. عاشت ايدك الحمد لله. حلو. ايه. والحلو هنا انه محله ما شاء الله كبره، صار بتوسعه وعد هنا كل انواع الاصباغ. زين. هذه نيوت رسمي. نيوتن؟ نيوت رسمي. نيوت رسمي. نيوت رسمي. ايه. نيوت رسمي. كل قطعة بيها قطعتين. وبيها هاي. اكسجين. مشوت.
36 لون. 36 نوع. عطور؟ هاي العطور على 32,000 الدرزن. الدرزن ب 32,000. يعني 2600 تطلع تقريبا. اقلام الشفه هذا شوفها هاي بانواع. ذني؟ اي. كل تفاصيلها. ما شاء الله. هذا العطور على 45,000. العطور على 45 ذني؟ 45,000. يعني تقريبا من ايش قد لايش قد؟ من 24,000 ايه؟ لحد 180,000 عندنا. اكو قلت لي اصلي واكو كوبي. اصلي وكوبي. بالمفرد قاعد نبيعه يعني يختلف 100% حمايه لاهل الجمله 100%. شركه بنت الخليج الوزيريه الصناعيه داخل سوق الرحمن عمارة الرحمن، تليفونه موجود قدامكم بالشاشة، توصيل عندك؟ توصيل موجود كل مناطق بغداد ومحافظات العراق؟ بغداد ومحافظات العراق. زين، بعد شو تريدون؟ عندنا أقلام شفة هذه. هاي 96 قطعة. 96 قطعة. إيه. ب 36,000. فقط. نعم. هذا العرسان جبنا هاي الجنطة الهدية. شنو هاي تفاصيلها؟ قلم شفة 24 قطعة ب 20,000. مادة أصلية؟ أصلية 100% انفولة. جنطة هاي؟ الجنطة هاي. شو هي حلوة؟ الله عاشت إيدك. أسعار يعني ولو الأصدقاء يزعلون خاصة علي العراقي. أي ها خاصة علي العراقي. هاي شنو هذا المسك؟ هذا الدرزن 12 قطعة 24,000. بس إلي هذا؟ بس إلك. زين بعد ايش عندك هناك؟ عندك هذا سيت. شنو هذا؟ عندك لاصق رموش، لاصق اظافر، لاصق اظافر. الدرزن ب 9,000. 9,000؟ اي نعم. هذا رموش اصليه ب 5,000. رموش اصليه ب 5,000. 5,000. وش ابو؟ الرموش 5,000. 5,000. قال على العراق ها؟ فقط. شنو هذا ابو سجاد؟ عجينه. 8.5. 8.5. هاي بيش يستخدموها؟ من المسار خاصة المسار. زيوت أبو سجاد. حبة السودة. بالثوم. ثوم. بالجوز الحلو. جوز الحلو. بالتفاح أو بالزيتون. زين. هذا درزن 27. درزن ب 27. يعني 2.25 القطعة. القطعة ب 2.25. للعلم حجمها كبير. هذا مو رسمي ابو سجاد. شاور الدرزن ب 36 امازون خاص بيه واحنا نوزعه انا. واحد لتر هذا؟ يعني ها؟ واحد لتر. واحد لتر. انا وصديقي نوزع. شريك موجود. ما شاء الله ما شاء الله. شامبوات هذه. اكو فقره عندي. اي. تطلع هنا مثلا انجلاند. هذا هو صيني. هسه مصنعين الانجلاند البريطاني. انا الاصلي اقول اصلي العادي عادي. ها صيني. يعني اصدقائي كل انواع المكياج واللي يحتاجوا الكوزمتيك كل شيء موجود عنده ما شاء الله مثل ما تشوفون بكل التفاصيل. اضاءات هاي الاضاءات. تعال عيني شوفنا تعال. هاي شوف هاي الحجم مالتها شنو ذني؟ اضاءة. اي هاي الدرزن ب 10,000. درزن ب 10. درزن ب 10 هو ينباع ب 20,000 ب 24,000. زين الدرزن يعني تطلع ب 80 دينار. هذا نوع ثاني 10,000. نوع ثالث 10,000. شركة بنت الخليج وين عنوانه؟ سوق الوزيرة الصناعية. هاي يسموها عمارة سوق الرحمن. هو بداخلها من الطبون من عندها تقريبا قبل 5 محلات من الأخير كوزمتك بنت الخليج بنهاية سوق الوزيرية الصناعية.